نتوكل ونستعين متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم ورحب بكم وبحضراتكم من جديد مع تواصل هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات. ننطلق من جديد، نتواصل من جديد بانطلاقة كبيرة بمستوى كبير بتحدي كبير يجمع هذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة، وبكل قوة لننطلق بانطلاقة شوطنا الخامس عشر الخاص بالحقائق القعدان ليتابع مقدمة الشوط. منذر على المركز الأول علي بن سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي يفتتح النداء بشوطنا الخامس عشر الخاص بالحقائق القعدان، ولكن جاوز المتجاوزون وانطلقوا إلى صدارة الشوط بانطلاقة كبيرة لأتابع انطلاقة شاهين جمعة بن محمد بن عصيان المنصوري يتسلل وبكل قوة إلى المركز الأول، بينما مبعد على المركز الثاني وصل راعي صوغة سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتقدم على المركز الثاني مع مبعد. المركز الثالث منذر وعلي بن سعيد بن علي بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الرابع شعار الزعيم العيناوي قادم وبكل قوة مع هناك انطلاقة هملول ومحفوظ بالخميس الجنيبي. على المركز الرابع المركز الخامس وصل الفيل سالم بن عامر بن علي العامري يتقدم وينطلق بهذا المستوى. المركز السادس وصل الغالي، تقدم الغالي بهذا الأداء وبهذا المستوى الجميل علي بن سالم الشطيط الوهيبي. المركز السابع أتابع القادم وبكل قوة والضاع هادف بن حمد بن حفصان المنصوري وصل الهداف، تقدم وانطلق بهذا الأداء. المركز التاسع شعار بن شريم يتقدم مع هناك مكنون راشد بن لهوم بن راشد بن شريم المري. والمركز العاشر ختام هذا النداء انطلاقة حشيم سعيد بن محمد بن حمد الدرعي على المركز العاشر. هذه التحديات يا من تتابع ويا من تراقب، ولكن العودة العودة مع الألف ومئتين متر أخيرة هناك يا راعي صوغة يا سعيد يا من مظفر يا العامري يا من تتابع وتساير وتراقب وتضمر. مبعد اللي على المركز الأول بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع وبهذا المستوى الكبير يتقدم مبعد مع الكيلو متر الأخير سعيد بن مظفر العامري، ولكن بن شريم بدأ يهاجم من الخلف، بدأ ينطلق بانطلاقات الكبار بحضور الكبار. يتقدم مكنون 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 الله على مكنون راشد بن لهوم بن راشد بن شريم المري يتقدم بهذا المستوى بهذا التحرك الكبير. انطلق مالك مكنون، انطلق لهوم بن شريم المري. المركز الثالث تقدم وحضر الفيل سالم بن عامر بن علي العامري على المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت الأسماء، حضر حشيم مع الدرعي، ولكن بن شريم مع الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة والكبيرة يا مالك مكنون يا سلامي على هذا العرض على هذا الانطلاق الكبير. انطلق مكنون، اندفع مكنون، غادر مكنون بهذا المستوى بهذا الأداء يا سلامي عليك يا مكنون مكنون مكنون. بن شريم بن شريم على المركز الأول انطلق بهذا الأداء بهذا التحدي الكبير. سلامي على بن شريم، سلام سلامي على مكنون، سلام. النقطة الثانية في هذا الصباح في هذه الانطلاقات في هذه التحديات، ولكن بشوناك برويشد مع الأمتار الأخيرة، ولكن خلاص راح بن شريم، راح مكنون وراشد باللهوم بن راشد بن شريم المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني ينبع عبد الله بن دخيل الله برويشد الجهني، حضر بالامتار الاخيره بسرعه جنونيه وصاروخيه ينطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث انطلاقه وحضور الفيل سالم بن عامر بن علي العامري. والمركز الرابع وصول وانطلاق مبعد سعيد بن مظفر بن محمد العامري. والمركز الخامس انطلاق وحضور حشيم سعيد بن محمد بن حمد الدرعي. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. العودة إلى مكنون، مكنون وانطلاقته
أربع دقائق 17 ثانية جزئين اثنين من الثانية. سلامي عليك يا بن شريم راشد بن لهون بن راشد بن شريم المري، ثاني وناموس على هذا الفوز. المركز الثاني يا برويشد برويشد من حضر بالأمتار الأخيرة، فاجأنا بهذه السرعة الجنونية والكبيرة. أربع دقائق 17 ثانية، خمس أجزاء من الثانية كان هو ينبع عبد الله بن دخيل الله بن سلامة برويشد الفايدي الجهني. ما عليه يا أبو نايف المركز الثالث أتابع. أربع دقائق هناك وتسعة 18 ثانية أو 19 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. اللي حل بالمركز الثالث هو وصول الفيل سالم بن عامر بن علي العامري. والمركز الرابع التوقيت الزمني لحظة وصوله ولحظة انطلاقه أربع دقائق 21 ثانية جزء واحد من الثانية. سعيد بن ظفر العامري مع مبعد. والمركز الخامس لحظة الوصول ولحظة الانطلاق اللي على المركز الخامس أربع دقائق 21 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية كانت هي لحظات وصول حشيم سيد بن محمد بن حمد.